الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل الكتاب وجعله قيما للناس وهاديا وشرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم به. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله عز وجل في سورة وسورة تسمى سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه السورة عظيمة الشأن، عظيمة القدر، احتوت المكان والزمان لشرف نزول القرآن في هذا الزمان والمكان، لأن الله يعظم من شاء من عباده، وتعظيم الخلق، فبتعظيم الله عز وجل، فمن عظم أمر الله عظمه الله، أي رفع الله قدره وشأناه. فكل من له علاقة بأمر الله ووحيه فله شأن عظيم. فالقرآن عظيم، ومن تولاه وحفظه فهو عظيم، ومن تعامل معه حفظا وعملا وتطبيقا فهو عظيم. فالقرآن عظيم، أنزله الله على عظيم، وجاء به عظيم من قبل العظيم. الله العظيم أنزل القرآن على جبريل وهو عظيم، وأنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عظيم. والعظيم في هذه الصورة هو القدر. الله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا، فهذه الصيغة تستعمل للتعظيم. إنا، فالله عظيم، أي نحن الذين أنزلنا، الذي أنزلنا ماذا أنزل الله؟ القرآن. ولم يقل إنا أنزلنا القرآن، إنما ذكره بصيغة الضمير فأضمره. وهذا معلوم ومعروف، لأن القرآن معلوم، ماذا أنزل الله؟ القرآن، فلا حاجة إلى ذكره. إنا أنزلناه، هذا القرآن، في أي وقت أنزله؟ في ليلة القدر. هذه السورة فيها خمس آيات، وذكر فيها هذه الليلة، ليلة القدر، خمس مرات، ثلاث بالتصريح واثنتان بالضمير، أي ضمير. إنا أنزلناه في ليلة القدر أولى، وما أدراك ما ليلة القدر ثانية، ليلة القدر ثالثة، خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها، يعود على ليلة القدر. أربعة، ما أدراك فيها، خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر، سلام هي، يعود على ليلة القدر. إذن خمس مرات ذكر فيها ليلة القدر. إنا أنزلناه في، متى أنزل هذا القرآن؟ في ليلة القدر. الليلة
تبدأ من الغروب إلى الصبح.